نزلنا بوست على قناة اليوتيوب بنقول فيه للناس اسألونا عن باي نتورك عشان نجمع الأسئلة ونقدر ان احنا نجاوبها في الفيديو دوت ان شاء الله. ونزلنا نفس البوست دوت على قناتنا على التليجرام. لو ما بتوصلكش بوستاتنا على قناة اليوتيوب اتأكد ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك بوستاتنا وفيديوهاتنا كمان عن باي نتورك وعن طرق الربح من الانترنت المختلفة. وبرضو تنضم على قناتنا على التليجرام عشان بننزل فيها دايما الاخبار وبأسئلة الناس على طول بنجاوبها هناك وبنتابع فيها كل اخبار باي نتورك وكل اخبار القناة وكل اخبار طرق الربح من الانترنت. فتأكد انك تشترك على قناة اليوتيوب وعلى قناتنا على التليجرام ومن غير اي كتير يلا بينا نجاوب على اسئلة باي نتورك ديت النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. ثم أما بعد يلا بينا بقى عشان نتكلم ونجاوب على جميع الأسئلة اللي جات لنا على البوستات اللي نزلت على اليوتيوب والتليجرام. وأول سؤال معنا هو أنا بعت بيانات التوثيق بقالي 3 شهور ومفيش أي حاجة حصلت ولا اتوثقت. السؤال ده جاي من دوح. وفي السؤال اللي بعده برضو نفس الحاجة، سجلت في الكي واي سي من أكتر من شهر وما قبلش لحد دلوقتي. دوت سؤال من أحمد محمد. سؤال برضو من محمد حمص، أنا بقالي فترة عامل الكي واي سي ولسه ما تقبلش. التلات أسئلة دولت إجابتهم واحدة وهو الكي واي سي متأخر. الكي واي سي احنا عملناه ولحد دلوقتي النتيجة ما وصلتش. انا برضو تقريبا عامل الكي واي سي بقالي 3 شهور لحد دلوقتي ولسه مكتوب عندي ان ريفيو او البتاع قيد المراجعة، التوثيق قيد المراجعة. فانا حاليا برضو منتظر زيكم. فعملت ايه عشان اتأكد من الموضوع دوت؟ دخلت على الشات العربي وكلمت احد المودريتورز او الادمنز الخاصين بالشات العربي وكلمتهم وقلت لهم التوثيق متأخر والناس كتير كانت بتسأل عن التوثيق المتأخر. فبعتوا الرسالة ديت وقالوا اسباب تعليق او تأخر نتيجة التوثيق وبدأوا من هم يبعتهم الاسباب. ولكن قبلها قالوا ان حضرتك لو كنت متأكد ان انت ادركت بياناتك صح وكمان ادركت البطاقة الهوية بتاعتك واضحة وصورتك كانت واضحة اللي انت تصورتها وانت واثق من ان كل دوت تمام فانت ما تقلقش خالص والنتيجة بتاعتك هتيجي على طول او انها ممكن تتأخر شوية ولكنها تتقبل في النهاية فما تشغلش بالك خالص. انما لو حاجة من دولت فيها مشكلة زي المشاكل اللي هم عددوها في الصورة اللي هتلاقيها ظاهرة جنبي دلوقتي سواء المشكلة الاولى او التانية ليه الهوية مش مظبوطة او الصورة ما كانتش واضحة او انت بياناتك مش مظبوطة والكلام دوت ده كله ممكن يؤدي الى تأخير او تعليق الكي واي سي او التوثيق بتاعك. ولكن النتيجة في الاخر ان هو ممكن تتقبل لو البيانات بتاعتك مظبوطة او الى حد ما بتقابل المتطلبات الخاصة بالكي واي سي هتبدأ ان هي برضو تقبل ولكن ممكن الكلام ده تحصل متأخر شوية. وده برضو نتيجة في الوطن العربي بالذات يعني انا دخلت على الشات الاجنبي ودخلت على الشات العربي لقيت الشات العربي معظم الناس بتسأل على الكي واي سي في حين ان الشات الاجنبي معظم الناس بتسأل فيه عن المايجريشن او على نقل العملات بتاعتهم الخاصة من المحفظة الخاصة بباي نتورك او من تطبيق باي نتورك للمحفظة. فده معناه ان التوثيق بتاعهم اتقبل. فده معناه برضو ان المودريتورز مش المودريتورز الفاليديتورز الناس اللي بتعمل توثيق او بتبص على البيانات وبتبدأ انها تعمل لها تأكيد عددهم قليل في الوطن العربي وده بيؤدي برضو لتأخير المدة ديت. فلو في اي حد الكي واي سي بتاعه اتقبل ياريت ان هو يقدم ويكون فاليديتور وان شاء الله يساعد الناس انها تتقبل بشكل اسرع بعد كده. فعموما يعني ما تقلقوش ولما التوثيق هيجي لي هأكد وهبعت على قناة التليجرام وممكن اعمل فيديو على اليوتيوب بخطوات التوثيق. طيب في ناس قدمت على التوثيق ومش ظاهر لها على في عندنا في تشيك ليست معمولة فالاختيار رقم 5 او التشيك ليست رقم 5 اللي هو سبميت يور كي واي سي او ان انت قدمت الكي واي سي بتاعك دوت رغم ان انت قدمت الكي واي سي بتاعك الا انه مش متعلم صح ولا عندي متعلم صح ولا عند اي حد متعلم صح بيبدا ان هو يتعلم صح بعد اما تتقبل ان شاء الله بيتعلم صح رقم 5 و6 و7 بيتعلموا صح مع بعض فما فيهاش اي مشكله. طيب السؤال الثاني جاي لنا من احمد ابو غابات بيقول
قبلوا توثيقك ولا لسه هندسه؟ انت كنز في الفريق بتاعي. طيب والله هو التوثيق بتاعي زي ما قلت لسه ما اتقبلش، وعلى حسب انت داخل بانه كود، في كود اللي هو 5 5 عمرو 5، وفي كود اللي هو 1 1 عمرو 1. الكود اللي هو ايا كان واحد من الاكواد ديت اللي هو 5 5 عمرو 5 دوت جال التوثيق، ولكنه الناس في الفريق بتاعه يعني جالهم التوثيق، جالي التوثيق ولكن لازلت ما عملتش ما اتقبلتش يعني في التوثيق. فبالتالي العملات اللي انت خدتها من خلالي لسه مش هتخش معاك في المايجريشن. اما بالنسبة للمنضم للفريق واحد واحد عمرو واحد، فهو التوثيق لسه ما جالوش اساسا. وبالنسبة للناس اللي برضو بتقول التوثيق لسه ما جالهاش اساسا، فبرضو ما تقلقش ما فيش مشكلة، والموضوع بيكون عشوائي وبيكون متدرج ووصل لعدد كبير وان شاء الله هيوصل لك. وللاسف هو بيوصل كمان للناس اللي بتعمل حسابات جديده اكتر من الناس القديمه، ده اللي انا لاحظته من خلال الشات العربي على القناه. تمام؟ طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث جاي من ياسين، بيقول ما هو السعر المتوقع للعمله وامتى في رايك هتنزل تداول البيع والشراء؟ اللي بعديه اللي هو اللهو الخفي بيقول امتى بقى هيبقى معانا فلوس؟ نفس القصه، بيقول يعني امتى المرحله الثانيه هتبدا؟ وامتى هيبدا التداول؟ جاي برضو رساله من ايهام ماشي، متى تتوقع يصبح التداول في العمله وكم سعرها ستصبح في المستقبل، وهل برايك تتفوق على البيتكوين في المستقبل ولا لا؟ طيب اما الثلاث اسئله دولت يعتبر نفس الحاجه، بيسالوا على سعر العمله وبيسالوا امتى هيبدا التداول بتاعها. طيب السؤال زي دوت طرحته على المودريتورز والادمنز في الشات العربي، وردوا عليا بالرساله دي نصا، قالوا لي ان التوثيق بعد الانتهاء التوثيق من نسبه معينه لبدء التداول، يعني لازم عدد معين من الناس يحصل لهم التوثيق او يتوافق على التوثيق بتاعهم عشان يخشوا في المرحله الثانيه. طيب بالنسبه اللي انا قراته من كذا مكان ومن على الموقع ومن على التطبيق الرئيسي من على الواجهه الرئيسيه، كانوا بيقولوا ان المرحله الثانيه هتبدا في يوم عيد ميلاد باي، او في واحد من الايام اللي هو مثلا يوم 14/3 او يوم 28/6، وتقريبا في شهر 9 وفي شهر 3 السنه الجايه، او على راس السنه. فاللي انا اعتقده ان هي المرحله الثانيه الخاصه بالتداول غالبا هتكون في عيد ميلاد باي اللي هو الثالث او الرابع مش فاكر، اللي هو هيكون في شهر 3 السنه الجايه، ولكن ممكن والله اعلم ان هو يكون في على نهايه السنه ديت على راس السنه، يعني يخلوا المرحله الثانيه تبدا بحيث يكون نسبه معينه من الناس توثقت. هي طبعا هتعتمد على سرعه توثيق الناس، يعني لو الناس بدا يتقبل التوثيق بتاعها كتير في الفتره الجايه هتتعمل على اخر راس السنه، لو تاخر الموضوع شويه غالبا هيكون في شهر 3 السنه الجايه ان شاء الله، والناس ما تستعجلش. تمام؟ طيب كم سعر اتوقع كم سعر العمله؟ والله انا قلت توقعاتي في فيديوهات قبل كده وكاتب مقاله، هسيب لكم رابط المقاله ديت عن توقعاتي لسعر العمله، ولكن انا كعمر توقعاتي ما بقول ان هي مش هتتعدى الواحد دولار على الاقل في البدايه. طيب هل هتتطور بعد كده بعد سنين؟ ممكن، ولكن انا شايفها في البدايه انها مش هتتخطى سعر الواحد دولار. تمام؟ السؤال اللي بعد كده السؤال رقم 4 جاي من حد اسمه خالد تقريبا، ارجو من حضرتك اذا نزلت فيديو تحكي فيه عشان السوريين المشتركين في التطبيق اذا بهم ينحرموا من حق التوثيق وهم اصلا مهجرين وخارج سوريا، اتمنى لك التوفيق. تمام. طيب بيسأل على سوريا وعلى الدول اللي مش متاح لها التوثيق. انا برضو سالت المودريتورز او الادمنز، قالوا ان هم بالنص، يعني انا هقول لكم برضو رساله بالنص اللي هم بعتوها، قالوا تم التحدث عن هذا الامر وللاسف لا جديد حتى الان بخصوصكم. يعني المشرفين والمودريتورز الادمنز وكذلك التيم ورك الخاص بباي نتورك عارفين ان في دول مش متاح فيها التوثيق بسبب حكومي او بسبب سياسي، والدول ديت لازال العمله مش عارفه هتقدر ان هي توفر لها التوثيق حاليا ولا لا،
ولكن في رسالة برضو من احد المودريتورز كان بيقول فيها ان العملة هتكون متاحة لجميع الدول في المستقبل ان شاء الله ايا كان وضعها حاليا، لان مفيش سياسة معينة هتفضل ثابتة على وضعها، والعملات الرقمية يعني الحكومات ما بتقدرش انها تحكم عليها بشكل كامل، فان شاء الله التوثيق ممكن يكون متاح للسوريين فيما بعد، لكن الى الان مفيش اي معلومات خاصة بهم. ده من المودريتورز مش كلامي يعني. تمام. السؤال اللي بعد كده، بعد السؤال الخامس بقى، ده جاي سؤال من محمد الثانوي، مش عارف، محمد الثانوي تقريبا. بيقول انا سجلت في العملة، سجلت اسمي باللغة الانجليزية، وبعد كده لما فهمتها طلبت تعديل الاسم واضفته باللغة العربية، ولم يتم اعتماد التعديل بعد، ولما بدأ التوثيق وثقت بالهوية الوطنية يعني باللغة العربية، وللأسف لحد الآن لم يتم اعتماد التوثيق. طبعا طالما انت قدمت الهوية الوطنية بالعربي، قدمت بطاقة الرقم القومي بالعربي، وانت كتبت بياناتك بالعربي، دوت ما فيهوش اي مشكلة، حتى لو انت كاتب اسمك على الاكونت بالانجليزي والتوثيق اتأخر، عادي زيك زي جميع او معظم الناس، التوثيق بتاعها القبول بتاعه اتأخر، فدوت ما تقلقش وما فيش اي مشكلة ان شاء الله. طيب السؤال رقم 6 جاي سؤال من البهنساوي في التاريخ. طيب لماذا يتعمد فريق العملة التأخير في إجراءاته دائما؟ كيف سيأخذ التجار أموالهم بعد بيع المنتجات؟ طيب ليه العملة أو فريق العملة بيتأخر في كل حاجة؟ الحقيقة إن في حاجات كتير جدا في الباك جراوند، أو حاجات إحنا وراء الكواليس بمعنى صح إحنا ما نعرفهاش بتحصل، وفي بلوك تشين، وفي برنامج تطبيق نود على الكمبيوتر، وفي تفاصيل، وفي توثيق، وفي حاجات هندسية كتير جدا، وفي عدد بالملايين، وفي سيرفرات، وفي ناس عايزة يحصل لها توثيق كتير جدا، فالحاجات ديت كلها التقدم فيها بيكون بطيء. يعني الى الان في الفترة الاخيرة كلها احنا ما نزلناش اي فيديوهات عن باي، ولا كتبنا اخبار على القناة، لان فعلا ما كانش في حاجة بتنزل جديدة، كل حاجة كانت بتنزل احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده، ما فيش اي اخبار جديدة، لان حاليا الموضوع كله منصب على الكي واي سي، والناس اللي عايزه توثق، الملايين اللي محتاجه توثق حاليا، الموضوع صعب شويه وهياخد وقت عقبال ما عدد كبير يوثق، فده سبب التاخير. طيب ازاي التجار هياخدوا اموالهم بعد بيع المنتجات؟ انت دلوقتي معاك منتج والعمله بدات تشتغل ان شاء الله، وانت معاك منتج وعايز تبدا ان انت تبيعه، ازاي هتاخد فلوسك بعد كده؟ هي انت هتبيع المنتج عن طريق عملات باي، وعملات باي ديت هتخش محفظتك، ومحفظتك ديت بعد كده تقدر ان انت تربطها باي محفظه عملات رقميه على مستوى العالم، اي محفظه، مش شرط محفظه باي نتورك نفسها. بعد فلوسك ما بتتحول للمحفظه، بتبدا ان فلوسك ديت تقدر ان انت تربط محفظة باي نتورك دي باي محفظة تانية على مستوى العالم، اي محفظة عملات رقمية تانية تقدر ان انت تربط عملاتك بيها، وتقدر ان انت تبيعها على اي منصة تداول عملات رقمية، اي منصة على مستوى العالم هتقدر ان انت تبيعها، وساعتها ان شاء الله لما يبدأ التداول هنبدأ نتكلم عن المنصات المختلفة لبيع العملات الرقمية. يعني انت دلوقتي تقدر تشتري او تبيع بيتكوين من خلال المنصات، يعني مفيش مكان معين، يعني مفيش حاجة اسمها خد البيتكوين دوت، يعني مفيش مكان للبيتكوين خاص بيه بتستلم منه فلوس، لا، ده بيتكوين او غيره من العملات بتبقى منصات تداول، بتبدأ ان انت تبيعها لشخص، والشخص دوت يحول لك الفلوس، فهي منصات التداول كلها مبنية على كده، هي بتربطك ما بينك وما بين شخص تاني، انت بتدي له عملات وهو بيديك الفلوس، فكذلك باي نتورك، انت برضو هيبقى معاك عملات باي نتورك، هتقدر ان انت تاخدها وعلى منصات التداول هتديها لحد تاني، والحد التاني دوت هيديك فلوس. تمام؟ طيب 7 هل انا الوحيد اللي ما استطعت اربط الحساب بالايميل؟ يعني مش عارف يربط حساب بتاعه بالبريد الالكتروني، بيقول الرمز ما بيوصلش، ما هي توصلني رسالة التوثيق ليش؟ مش عارف دوت رسالة جاية من الحسان، مش عارف حسان تقريبا. طيب الرسالة ديت بيقول ان الايميل مش عارف يوثق بيه، او مش عارف ان هو يربط الايميل بتاعه بالحساب. الحقيقة انه مش انت الوحيد اللي عندك المشكلة ديت، كذا واحد على الشات العربي شفت عنده مشكلة، وفي كذا حد سألني برضو على نفس المشكلة ديت، فالظاهر ان في الفترة ديت في مشكلة في السيرفرات
الخاصة بالايميل فيريفيكيشن او توثيق الايميل، فانت ممكن تحاول في وقت تاني ان شاء الله، وان شاء الله تربط معاك ويقبل معاك يعني. وتأكد طبعا الايميل اللي انت دخلته هو نفس الايميل اللي مفتوح على الجيميل او على الياهو ميل او على ايا كان الايميل اللي انت عامله يعني، تأكد ان نفس الايميل هو اللي انت دخلته هو اللي مفتوح على الميل بتاعك، بحيث الرسالة توصل لك مظبوطة. وبرضو افحص الرسائل اللي هي اللي في المهملة او في اللي هي الخاصة بالسبام، ممكن تلاقي رسالة فيها رسالة التوثيق الايميل. هل السؤال اللي بعد كده بيقول هل هي عملة صحيحة ويمكن ان يرتفع سعرها في المستقبل وفي اي سنة تقريبا، ام هي مجرد كذبة؟ جاي من بلال، من بلال فلوج، القناة اللي سأل السؤال اسمها بلال فلوج. تمام. العملة عملة صحيحة ولا لا، او ممكن يرتفع سعرها ولا لا؟ العملة الى الان عملة عادية، عملة ممكن يكون لها مستقبل ممكن لا. نفس الكلام يعني، لسه ما وصلناش يعني، هي ان شاء الله المرحلة الجاية هي المرحلة يعتبر ولادة العملة، مرحلة التداول اللي هي الفيز 2 اللي هي هتبدأ، اللي انا قلت ان شاء الله انها ممكن تبدأ في شهر 3 الجاي او في شهر 12 الجاي. تمام. هل ممكن يرتفع سعرها؟ اه ممكن يرتفع سعرها، ولكن مش قريب، مش في خلال السنة الأولى مثلا من انطلاقها هيكون سعرها قليل، وممكن سعرها إن شاء الله يرتفع بعد كده لو حققت نجاح. طيب السؤال اللي بعد كده والسؤال التاسع، وثقت حسابي في باي نتورك منذ 20 يوم ولم تصل عملاتي إلى المحفظة مع أني قمت بجميع الخطوات. يعني الراجل دوت عمل التوثيق والتوثيق بتاعه اتقبل، ولكن العملات بتاعته ما تحولتش الى المحفظة. السؤال دوت جاي من ايميل تقريبا اسمه بشرة. طيب هو عمل التوثيق او عمل التوثيق والعملات بتاعتها ما تحولتش المحفظة، وزي ما قلنا ديت مشكلة مقابلة ناس كتير في الاجانب. فكان الرد من المودريتورز برضو لما سألتهم عن حاجة زي كده، قالوا ان في خطوات معينة لازم تكملها، هما السبع خطوات اللي في التشيك ليست لازم يكونوا كلهم كاملين. بعد كده اول ما بيبقى كلهم كاملين بتبدأ ان انت المنت بتاعك او العملات بتاعتك تخش في حاجة زي الطابور يعني. في ناس غيرك برضو تقابل التوثيق، الناس ديت كلها بيتم المراجعة على حساباتها وعلى التوثيق بتاعها، وبيتم مراجعة على العملات بتاعتها، وبيبدأ ان هو يتحول العملات بتاعتها الى المحفظة. في طابور او بمعنى اصح الموضوع بيبقى تدريجي يعني، مش اول ما بتعمله بيبدأ يتحول فلوسك على طول، لا الموضوع بياخد وقت شوية. فكاتبين اسباب تخلي المايجريشن او عملية تحويل فلوس من المحفظة او من تطبيق باي نتورك الى المحفظة تاخد وقت. كاتبين الاسباب، كاتبين 1 2 3 ملخص الاسباب دي، ان الموضوع في شخص بيعمله وان في شخص هو بيتأكد من الموضوع دوت، وخصوصا لو انت معاك عملات كتير جدا. بيقول برضو لو الرصيد بتاعك قليل يعني، لو الرصيد قليل جدا او كبير جدا، ديت من الاسباب اللي بتخلي المايجريشن يتاخر شويه يعني. لو حد عنده عملات قليله المايجريشن بتاعه ممكن يتاخر شويه نتيجه ان هو هيبقى ورا شويه في الطابور، ولو حد عنده عملات كبيره بيتاكد بيحتاج ان هو يحصل تشيك عليه على كميه العملات ديت وعلى مصدرها والتاكد منها، والموضوع دوت بيتم مراجعته بشكل مانوالي او يدوي فبياخد وقت شويه. فعشان كده ديت الاسباب اللي هم قايلينها ان المايجريشن ممكن يتاخر شويه. وبكده يبقى انا جاوبت على معظم الاسئله اللي جات لي، ولو حد عنده اسئله ثانيه يقدر ان هو يكتبها لنا في الكومنتات، وما تنسوش ان انتوا تشتركوا على قناتنا على اليوتيوب وعلى قناتنا على التليجرام عشان نجاوب على طول على كل اسئلتكم ديت. وبرضه اتمنى تكونوا استفدتم، واعذرونا لو احنا اتاخرنا جدا عن فيديوهات باي نتورك، ما اتكلمناش عنها كتير الفتره اللي فاتت نتيجه ان فعلا ما كانش فيه اخبار، واول ما هيبقى فيه اي اخبار تانية ان شاء الله هنبدا ان احنا ننزل عنها فيديوهات. فاتاكد انك تشترك في القناه. وبكده اكون خلصت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.